أول مرة أحمد شفيق، أول مرة أنا محمد إمام، يعني كلها حاجات أول مرة، أنت فاهمني؟ بس كلها يعني حاجة تبسط وحاجة تشجع، لأن العمل متعرفش تصنفه، هل هو أكشن، هل هو سسبنس، هل هو اجتماعي، هل هو كوميدي؟ فإحنا عندنا كل الحاجات يعني موجودة، يعني وجبة دسمة كبيرة جدا جدا يعني، ومستمتع جدا بأجواء التمثيل فيه والأجواء اللي ورا الكاميرا كمان يعني. تحية كبيرة جدا محمد إمام، يعني أول مرة أشتغل معاه أنا حبيته جدا على المستوى الفني والمستوى الإنساني، شخص بيحترم شغله جدا، بيحترم زمايله، بيحترم العمل، خدوم جدا في لكل زمايله في العمل، يعني مهما اقول يعني بصراحه انا حبيته جدا، واحنا اصحاب يعني الحمد لله، وده اترجم كمان قدام الكاميرا، فيا رب ان شاء الله يعني الناس تتبسط معانا.